والنعناع راه تيمشي، راه ما فراسكش بالله كيمشي للحمام 3 د المرات، وما فراسكش بالله كينعس حسن منا وكيضحك كتر منا وعايش مع ولادو كتر منا وبخير وعلى خير. راه كاينين شي مناظر برنوس كتشوفهم هنا، راه ما بقاتش في الرونج والفيلا ولا البيسينات، راه الحياة الزوجية حارة، راه غير كيحل الباب ما كتسمع غير تو ما ترومب تي ترومب ما ترومب شي مواضيع يلهي يمشيو عليهم الناس للحبس. هنا ما كاين غير، وفي الاخر تيمشي يسد عليه في البيت وكتسد عليها في البيت. ولاش انا غدا غتبان ليا في ديك البنتلي ديالك وديك الرونج وانا عارف الحياه ديالك عذاب؟ الله يرضي عليك. صح، معقول. علاش حنا كنمشيو الاغلبيه بخير؟ تفضل انت دابا باغي، انت بخي خيش باغي دير لاباس، ماشي داك لاباس، نيتني غير ما نحتاجش الناس، غير ما نوصلش على الناس يخدموني هادشي اللي كنتمنى، غير ما يخدمونيش عباد الله. واخا حد عطيه شويه نصائح كيفاش يدير لاباس في 5 ايام ولا في سيمانه اي طون كو. انا اللي نعطي نصائح البخيخي، شرا بخيخي هو اللي يعطيني النصائح. زعما داكشي ديال خمس، زعما داكشي ديال 5 ايام 7 ايام فهمت ما ولي لاباس؟ هذاك الشيء راه ديال الحياه كامله وانت كتخدم على هذاك الشيء. هذاك الشيء راه كذوب، يعني داك الشيء كتكذب على راسك، كدير لا مانيبيولاسيون لراسك، التلاعب النفسي لراسك ولا كديرو للاخرين؟ الحياه كامله راه فيها هذاك هذا لو كومبا، هذا انك تكون انسان سوي وانك تنجح في المسائل اللي كيكونت في حياتك. شتي الفشل الذريع هو انك تنجح ماديا، مثلا بالنسبه لي انني نجح ماديا ويخرجوا لي وليداتي زيرو ونولي، يعني دوك المسائل انا اللي كنت كاع دوك القيم ديالي ما يكونوش في حياتي الشخصيه. واش فهمتوني؟ اذا النجاح راه نسبي، كل واحد والطريقه باش كيشوف النجاح. النجاح هو كيف ما النجاح هو بلي كومون ندير بلي كونسيكونس ديالو. ها انت نجحتي في شي حاجه، شنو بالي كونسيكونس ديال هذاك النجاح؟ واش نيت فعلا على المستوى على المدى البعيد كيبقى فيه داك النجاح في كل شيء؟ واش هذاك النجاح انت اللي كتجري موراه في اخر المطاف كتهدم حياتك كامله عليه؟ واش يعني دوك لي زوبسيسيون؟ انا كنعرف ناس كيبغيو يديروا الفلوس ما كيبقاوش عايشين مع ولادهم، ما كيشوفوش ولادهم كيفاش كيكونوا صغار كيكبروا، المراه طالع عليها الدم كيدخل عيان كيمشي ينعس الى غير ذلك. هذا هو النجاح، يعني كيكون ناجح في واحد الجانب، راه الصعيبه هي ليكيليبر ما بين الجوانب كامله. انا راه غير كتبان لي كنبدا نفشل في الحوايج اللي كيبانوا لي اساسيين، كنطلق اللعب، ما كنبقاش ندير داكشي اللي كندير على المستوى ديال الخدمه. لحقاش الا كان الاب غائب والام غائبه، انا هذا هذه قناعات ديالي انا، ما كنعيب على حتى شي واحد. انا ديك القضيه مثلا ديال انني نولد، هذيك القضيه ديال نولدو بحال المشو اللحو لشي حد، هذيك لا يمكن لا تمكن. راه جاو بغاو يديو في لا ماتيرنيتي قالوا لي يا مدام لي فو روبوزي، قلت لها حط ليا ولدي حط، قالوا لي راك عييتي، قلت لهم فين غادي تديه وغادي تراريو به، قالوا لي لا، قلت لهم لا ما غاديش نطفى. اذا هذوك لي غول اللي بالنسبه لي انا ربما اللي تحرمت من الاب وتحرمت من الام، الا ما نجحت فيهم هذاك هو الفشل الذريع، واخا يكونوا عندي الملاير. اذا كل واحد فينا خاصو يشوف شنو هو النجاح بالنسبه ليه. سي برنوس، شنو هو النجاح بالنسبه لك انت؟ انا نقول لك تجاوب بخيخيش، بخيخيش جاوب انت على السؤال، شنو هو النجاح بالنسبه لك؟ النجاح بالنسبه لي انا غادي نضرب لي نصف ليكم كاع هادشي اللي قلتو. بالنسبه لي انا النجاح هو ننجح اولا في المحيط ديالي، في بلادي وفي وسط عائلتي، هذا هو الطوب ديال النجاح. الا نجحت برا ديال هادشي هذا كيتسمى غير النص ديال النجاح بالنسبه لي انا. النجاح هو ننجح وسط العائله ديالي، نبارطاجي معاهم ذاك النجاح ديالي ويبارطاجيو معايا الغيار ديالهم ونحاول نساعدهم، هذيك هي الفرحه ديالي الا عندي باش نساعد. حتى الا خديت المساعده كناخذها من عند واحد اللي قريب ليا في الدم ديالي وفي المحيط ديالي وفي الدوار ديالي، تما انا هذاك هو النجاح بالنسبه لي انا. ودي برنوس كان وقيل انا جاوبت على هادشي. عندي غير سؤال لك برنوس، تفضل. شنو هما الميزات ديال هاد الاوروبيين اللي كيبانوا بالناس في المغرب؟ بالله راه شنو هي الميزات بالنسبه لك اللي كاينه عند هاد الناس ديال اوروبا؟ شنو هما لي زافونتاج ولا باش فايتينا باش هما احسن منا؟ عايش برا ولا عايش في المغرب؟ لا في المغرب، في المغرب، لا في المغرب، عليها بغيت نسولو. شوف انا 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 شخصيا ما عمر كانت عندي داك
داك القضيه ديال ان نمشي لاوروبا ولا نمشي للميريكان ولا ما علينا. انا مشيت للميريكان ورجعت، مشيت للميريكان في واحد الفورماسيون، وكان معنا واحد الدري ولد فاس ومن هذا المنبر كنسلم عليه، سميتو مستقيم محمد، كان معنا ولد فاس وكيقول لي سعيد نبقى، كان مزير كيقول لي لا نبقاو، كنقول له بقى انت بوحدك، كيقول لي لا لا تبقى معايا انت نبقاو، الا ما تبقاش ما نبقى. وصدقنا رجعنا. دونك انا ما عمر كان عندي هذا الشيء تاع اوروبا ولا كذا، معني ان المهنه ديالي انا راه كنت معلم ومازال راني معلم، انا مازال راني استاذ ديال التعليم. انا كيحسب لي انت ممثل، ممثل. لا انا في الخدمه ديالي الرسميه المهنيه الرسميه انا استاذ ديال التعليم الابتدائي. المهمه نتاعي الفونكسيون تاعي دابا شيف سيرفيس في المديريه نتاع التعليم، ولكن او ميم طون كندير دراماتورج، كنكتب المسرح، ما كنمثلش كنكتب، وكان المهم حوايج اخرين كنخربق فيهم. ولكن كنقول لك زعما رغم ان الوضعيه اللي كانت عندي زعما وضعيه ماشي بسيطه، فقط قل من بسيطه، انا خدمت في تنغير في 95 96 97 كنت كنشد ديك الساعه 250 الف فرانك، 2500 درهم اول ما نضش ديتها انا في 2500 درهم، وداك الساعه راه كيعرف ما كان فيه والو. ولكن ما عمر كان عندي هذا الشيء نتاع اوروبا ولا هذه ولا هذه ولا هذه. باقي دابا يعني دابا عندي الامكانيه ندير الفيزا في اي وقت بغيت ونمشي لاوروبا، ولكن كنقول انا بعد حتى نشوف بلادي، بعدا نتسارى في بلادي عاد نمشي نتسارى في شي حاجه اخرى. كنتوم عندك الحق واسمح لي وي كونتينيو. دونك ولكن النظره اللي عندي انا مثلا على 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 على, على, على الاوروبيين ولا على الامريكانيين ولا الغرب عموما، هو انه لا يمكن ان تكون اوروبيا الا داخل النسق، يعني اش كيتسمى النسق باش تفهمني حدا بالفرنساوية؟ عارف النسق راه غير مرات كننسى. يعني داخل داك النسق كاين الناس اللي لاقي راحتها، عندهم واحد ليسبري معين، خدامين اون كويرونس بيناتهم، عندهم واحد الفلسفه، واحد فيزيون دو موند عايشين بها وشايفين بها الحياه وشايفين بها المستقبل نتاعهم ولا كويكزيستونس اللي دايرين مع بعضياتهم. امتى كيوقع الديكالاج؟ هو ملي كيكون واحد جاي من واحد النسق وباغي وكيولي كيدير المقارنات، وهذيك المقارنات سواء كيبغي يدخل في داك النسق بزز عبر مثلا كيشد غير في القشور ديال النسق وكيبغي يدخل وهي مستحيل، او لا كيولي يحبس كيقول كيخاف من داك النسق كيبغي يخلق النسق ديالو الخاص. صح. كيولي سد على راسو. داكشي علاش ما خاص هادشي كاين في فرنسا بزاف، وفرنسا ساهمت فيها. فرنسا ملي جابت المهاجرين الاولى حاولت تعزلهم في دي يعني في زاشانال كيتسماو دوك لي زاشانال داكشي، وهذيك جوستومون. وهما بحال يعني شدوا شي حويجات من داك من داك من داك لونفيرونمون اللي راه فيه، ولكن شدوا غير الحويجات اللي ما صالحاش يكونوا بحالهم وما غيقدروش يكونوا بحالنا، بحال هادو اللي بقاو هنا في المغرب ولا في شمال افريقيا عموما. دونك وقعوا هاد التهريسات هادو في لي زاتونت ديال كل واحد من جهه الاخر، هادوك المستقبلين من جهه المستقبلين وهادوك المستقبلين اللي باغيين يوليو بحال المستقبلين ولكن ما قادينش. دونك عزلوا بحال غيتعزلوا اوتوماتيكمون غيتعزلوا، وهذا الشيء اللي راه دابا يهدد حتى داك الانسجام اللي كيبان لينا انه راه مستمر الان في فرنسا في هولندا في بلجيكا في المانيا وما الى ذلك. ولاني علاش برنوس علاش عزلوهم؟ وسامحني عزلوهم في هذوك لي ريزيدونس حيتاش محتاجين الدراعات ديالهم والخدمه ديالهم وغير مرغوب فيهم باش نتساطحوا معاهم في الشوارع ونشوفوهم ويشوفونا. يعني ديناهم هذه هي الديمقراطيه علاش تنهضروا ولا في فراترنيتي والمساواه والى اخره. عزلوهم بعيد حيتاش ما مرغوبش فيهم ويشوفوهم بالفواقي ديالهم وبالتقاليد ديالهم في الشوارع ديالهم. خصهم غير بغاو يخدموا لينا لي تينيل ويديروا لي في شومان دو فير ويخدموا الغابه وهادي، وما كرهوش يديروا لهم الحوان ديالهم تما ويخليوهم ما عمرهم يتشوفوا معهم نهائيا. هذا هو اللي علاش تنهضروا. انا دابا عشت، غادي تسمحوا لي خليتكم هضرتوا بخيخيش، عشت 30 عام في المغرب، وفاش جيت لفرنسا ما جيتش لفرنسا باش نجي عند النصارى، جيت تبع والديا لحقاش كانوا عايشين في فرنسا. هذه وحده. ثاني حاجه هي ان اذا عندي نفس الهدف ديال بخيخيش واخا كاين واحد الصعوبه. ثانيا ملي جيت لهنا التساؤل ديالي هو انني بغيت ندير واحد الوساطه لحقاش شفت بان كاين واحد عدم الفهم، راه جوج ثقافات مختلفين تماما لا علاقه، وانت ما عندكش واحد لو بون
انك تدوز من هادي لهادي. انا فاش جيت لقيت هاد الشيء مثلا البنت، انا غادي نصدمكم باش بخيخيش، غادي يعرف حتى المسائل الاخرى. الراسيزم اللي كنهضروا عليه راه من الجانبين، من الجانبين. نقول لك مثلا يا بنتي، انا متزوجه بفرنسي، هذاك الفرنسي ديالنا ما همهمش واش سلم ولا ما سلمش، اسلم داروا بحال ما سلمش كاع، لحقاش كاينه ديك الغريزه ديال لاغاس، بغينا ولا كرهنا. حتى هذوك الناس اللي كيجيو وما مربينش وكيبغيو يربيو الناس اللي مربين، حتى هي مساله خطيره. نعطيكم غير مثال يا بنتي، دي ما جا عندي حتى واحد في دياولنا مثلا. اذا فاش كنعرض على الناس باش يجيو عندي للدار في لانيفيرسير ديال ولادي، ما كيجيوش العرب. فاش كندير لي زاتولي في سبيل الله باش نعلمهم هاد المسائل اللي كنهضروا عليهم، اللي خولوا لي انني نوصل لمواقف في شكل، ما كيجيوش العرب. اذا ما خاصناش نكذبوا على روسنا اننا نقولوا بان الفرنسيين غاسيس. سا ديبو مع من كتعاشروا. انا كنقولها دائما للعرب، فاش كيبداو يهضروا خايب على الفرنسيين راه كل واحد كيتلاقى اللي بحاله. الا كنتي نبيل راه كتلاقى مع النبلاء، الا كنتي انسان عندك الكراهيه وساخط وباغي تعلمهم، انت جاي اسميتو باغي تعلمهم كيفاش يعيشوا، حتى هما راه كيدافعوا على روسهم. اذا ما خصناش نبقاو نكذبوا بزاف. الفرنسي ديال بصح انسان صبور جدا، انسان غاسيونيل، عقلاني جدا. ما عندناش ديك القضيه ديال انا ولد فلان جيت خاصهم يحترموني، لا خاصك تبات. ان الصعيبه صعيبه بزاف. انا راه خدمت بزاف مع كنقري لي طرافايور سوسيو، هذه هي خدمتي. انا لو سيت ديالي ما كنديروش في تيك توك، المقررات ديالي ما كنديرهمش في تيك توك، ولكن انا راه مقريه لي بسيكياتر، مقريه دي بسيكولوج، مقريه الناس، وكنديروا اجتماعات باش يفهموا كيفاش الثقافه ديال الاخر ديالنا. ما كيعرفوش يهضروا على روسهم، ما كيعرفوش مثلا انهم يبينوا دوك الحوايج الزوينين اللي عندنا في الثقافه ديالنا. اذا كنقول بان عندنا واحد لانكومبيتونس في لا كومونيكاسيون، وعندنا واحد لانكومبيتونس في معرفه المسائل اللي هي مأصله عندنا في ثقافتنا. راه فاش كنقري الفرنسيين، واش فراسكم فاش كنقريهم في الاخر ديال لا فورماسيون كيقولوا لي كاملين بغينا نجيو للمغرب. اذا خاصنا نتسائلوا على المستوى ديال الناس اللي كيمثلوا المغرب عندنا هنايا. فاش كنتلاقى مع وحده بنت وكتقول لي اجا بغيت نسولك بعدا، شكون باها؟ واش تخيل هادي، واش هادي قمه ديال الانسانيه ولا فراتيرنيتي وداك الشيء؟ ما نبقاوش نكذبوا على روسنا. انا فاش كنجي لواحد البلد احترم البلد اللي فيه، كنحترم الناس اللي كيحترموني، جو برون لو طون باش نعرف الناس ونعرف التفكير ديالهم. مشيت كاع شفت، بغيت نعرف اليهود كيفاش عايشين اليهود في فرنسا، بغيت نعرف المسيحيين كيفاش كيفكروا بجميع الفصائل ديالهم، لي بروتيستون، لي كاثوليك، لي هذوك اللي كيقولوا لهم لي فونداميناليست. جو سوي تري كوريوز، جو سوي الي فوار لو فان فون ديال لا فرانس باش نعرف هاد الناس شكون هما. بعدا ما بقيتش انايا شاده غير في دوك القشور وجايه من لهي، وحنا ثقافتنا وحنا لهي زوين. كون كان زوين ما نجيوش لهنا. اذا فاش تجيو كتقولوا لي حكا هذوك نسى الاصل ديالو، وفاش كتقول لي خاصك تكون في وسط عائله وتعترف ودير، شكون هاد العائله؟ اش دارت لك هاد العائله؟ هاد البلد اشنو عشتي فيه؟ انا جيتي كلونديستين في الحي الجامعي ديال مولاي اسماعيل في الرباط، ما عنديش لا شومب، وكانوا لي شومب خاويين كيتسناو ابناء الوزراء وداك الشيء. حنا راه ما حتى واحد ما كيهرب من دار العرس. هذا لا يعني اننا ما تلقيناش الحوايج الزوينين، ولكن فاش كنمشيو لبلادات الناس خاصنا نحترموا الناس. خاصكم تشوفوا بان كندوز انايا لحقاش متزوجه بفرنسي، كيدفلوا عليا اصحاب وليدات ديال سميتو. فاش كنخرج كنشوفهم كيتحشوا كيبقى فيا الحال. انا كنبغي نعاون، لا يسمحوا لي لانني زوجة فرنسي. راجلي شرطوا لي الطوموبيل ديالو، انسان سمح ظريف محترم. خليونا من داك الشيء ديال حنا هادوك مزيانين وهادوك، خاصنا نشوفوا العيوب ديالنا بخيخيش امزيقفش. يا ان تريت مي ماج دي لا فيريتي. إيه متفق معك جملة وتفصيلة حادة في هذا الشيء اللي قلتيه كله، ولكن حادة راه ماشي كاع الناس جاوا بمستوى ثقافي بحالك وعارفين كيفاش انت دابا، ومازال كتعلمي الفرنسيين كيفاش يندمجوا. انت ماشي انت علاش تنهضر انا، انت ماشي انت هي حط واحد حط الزودياك في لاس بالماس، ولا واحد جاي 6 شهور على رجليه من تركيا، ولا الاخر بطا الزودياك في اليكانتي وما عنده حتى مستوى ثقافي، ما غاديش يعرف كيفاش يدخل دوك البينيوات في البينيوات كما درتي انت. هذا الفرنسي
الفرنسيين علاش كتهضري؟ انا واحد الناس اللي من الناس اللي نقدوهم فرنسيين، انا فرنسيه واخا نبيع الكلاوي ديالي بجوج ونبغي نرد ليها 1% من داكشي اللي دارت لي ما غنردوش ليها، انا هادشي هذا متفقين عليه، ولكن ما كيلغيش هادشي بلا راهم عوريين وما كيحملوناش. وانت عنصري انا اخويا باش طلعت انت مود جوج انا غير انا باش طلعت انا لهذاك الجبل ديال تامود جوج في المغرب ولقيت غير تامود جوتيين طلع لي الدم ولات انترنت وعلاش انا غنعنصرو؟ علاش انا غنعنصرو وانا ما عندي حتى حاجه باش غن انا خدام عنده وكنتسنى يخلصني وكندير وباغي نحط علم القانون ديالو كي غندير نتعنصر؟ انا ما عندي حتى دوزان باش نعنصر معاه. الوجود ديالك بالمعرفه ديالك حتى تيحتار غادي تطلع غادي دير دي فورماسيون ما غاديش تبقى تخدم ديك الخدمه لحتى غادي تكمل ندير لي فورماسيون وناكل الحجر. اشوف افلان راه كاملين تقرفصنا. شوف انا فاش جيت هنايا الراجل ما كانش خدام مزيان، كنت كنشري حوايجي من البال باش انني نتفورما. شوف ابخيخي شرا اي حاجه عندها الثمن ديالها، هذاك الدماغ ديالك ماشي ديال واحد لي ميتيي يا با دو سو ميتيي. انا نقول لك درت الحرافي كاملين، غسلت الشراف، درت هذه درت هذه، ولكن نقول لك واحد النصيحه لوجه الله بخيخيش، هذاك الدماغ ديالك لا يتماشى ما غاديش تبقى في ديك الحرفه، الفو ايفولوي، عندك واحد الذكاء اللي هو كبير بزاف، وحنا المغاربه عندنا الذكاء، غادي تجمع صيصه شويه، غادي تجمع شويه، كاينين لي كور دو سوار. احدى درت الفورماسيون في كومبانيون فلونس في من احسن المدارس اللي كاينين في الاتحاد الاوروبي، ضيعت فيها 18 شهر خديت ديبلوم، درت الزليج كان تقنو كان حطو كوميلفو، درت الصباغه درت البلاكو، خدمت في ريستوراسيون من اكبر الريستورات اللي كاينين تتسمى لي سكالو ماروك، راه كاينه في بو كاينه في بايون كاينه في فين ما ها هو سيتي ها هو راه شتي كد ليا حيت كان عارفني. كان لقى راحتي يا حاده شرحي لي هذا الشيء، هذا كان لقى راحتي في الغابه والطيور والخدمه ديال العرق نجي ندوش والله يعاون. ماشي يبدا انا بخيتي في شي ريستورون وكيجي غير كاوري واحد تيوسخ ليا 8 طباصل، الا جات عائله راني بقيت تما حتى 4 الصباح. راه هذا الشيء هذا انا ما بخيخيش. فين كنلقى راحتي؟ فين كنلقى راحتي انا؟ في الغابه. انا في الغابه انسانه مسكينه شابه ما قادة تنوض وكنغسل ليها ونقاد ليها ونقاد ليها، هذه كتسوى عندي فورماسيون درت وانا فاهمك هادشي فاهمك، ولكن على المستوى ديال الهضره على المستوى ديال لا كومونيكاسيون خاصهم يعرفوك شكون انت صافي.